عاجل وفاة كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري البالغ من العمر 34 عاما، غرقا في ترعة المريوطية هربا من رجال أمن المصحة الخاصة بعلاج الإدمان، لأنه لم يرغب بالتواجد بها للعلاج من إدمان الهيروين الذي كان يعاني منه، فقفز في الترعة ليهرب ولكنه لقى حتفه وجاري تفريغ الكاميرات تحت إشراف الأجهزة الأمنية. الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.